كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي قد أعلن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة. خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، قال المستشار حازم بدوي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حصل على نسبة 89.6% بإجمالي أصوات 39,702,451 صوتا من إجمالي الأصوات الصحيحة. اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ظهر اليوم وأصدر القرار رقم 39 لسنة 2023 باعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمنا فوز السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء ولايته الحالية.